والله يا كابتن، لان احنا يعني حضرتك عملت لكره اليد المصريه خدمه كبيره جدا. في مدربين عشان يعمل انجاز لشخص هو يربط اللعيبه جنبه. ايوه، في مدربين قالوا لي كده، قالوا لي كان زمانك واخد بطوله مصر والدوري والكاس وكل لما حاجه. حضرتك بصيت لمصلحه مصر. قلت له هو مصلحته طبعا اهم. لا، مصلحه اللاعب. لا لا، انا احكي لك حاجه، انا عندي 8 لعيبه مواليد 2002 و2004 بيلعبوا في اوروبا، بيدرسوا وبيلعبوا زي ما شاء دودو. الله. دودو رايح كان جامعه مونبلييه وراح لعب في نيم مع سند. بين نيم ومونبلييه 40 كيلو او 45 كيلو قريب. بيروح بقى الجامعه. عندك مثلا، عندي ولد ما 2004 بيلعب في نادي في برشلونه، مش في برشلونه، نادي في نادي برشلونه برشلونة. اسمه مالك. عندي ولد في تولوز اسمه صادق، كتبوا عنه في فرنسا ان هو دخل 13 كوره حط 12 جون. ما شاء الله. كويس. عندك سليم بيلعب في المانيا. عندي ثلاثه بقى بينشئوا الهاندبول في انجلترا. الله. يعني هم بيلعبوا مين بقى؟ اساسا. مين يا كابتن؟ ولد اسمه حسين زكي، وولد اسمه اسماعيل شريف، ده كان باباه كان بيلعب هاندبول برضه، وواحد اسمه ياسين لسه اشول لسه رايح. دول طلعوا منين بقى؟ من هليوبلس ولا طلعوا طلعوا من منين؟ هليوبلس. دول بيروحوا يدرسوا، يقعدوا 3 سنين او 4 سنين يدرسوا ويرجعوا لي تاني. كويس. مثلا يحيى الدرع كان جاي له الدنمارك، راح الدنمارك بس هو اتعور يعني الاحتراف الاولاني، رجع بقى تاني عندي وبعدين راح الزمالك. بس في النص كان الاهلي بيطلبه، كنت حابب تطلعه يعني بياخدوا كذا مره. بطوله افريقيا او افريقيا بطوله كانت العرب. تقول له روح، ما كنتش روح. تبقى قلقان انه اتعور لا وجالك خالص، مثلا مصاب او اصل ما حاجه. هو لو نزل من الشارع عربيه خبطته وارض لك، الله ينور فاهم عليك. ازاي؟ عمل صحيح حادثه بالعربيه صحيح. برضه نفس الحكايه. فانت بتبعته مثلا سند راح مرتين ثلاثه مع فرقه الزمالك لدرجه ان هم فاكرينه طالع من الزمالك، ده هو من صحيح هليوبلس. هليوبلس. وما مشي راح المجر اول مره، وراح المجر بعدين راح اسبانيا بعدين راح فرنسا. مراحل المجر رايح من عندنا من هليوبلس. هليوبلس. ها؟